لم يسبق لأساتذة الجامعة أن عاشوا ظروفا كهذه، وأصبحوا عاجزين عن مجرد الوصول إلى قاعة الدراسة، وهو حال فشل الأكاديميون في إخفائه عن طلابهم. فلجأوا إلى كتابة رسالة إليه مطلع الأسبوع الجاري، قالوا فيها: لا نحن ولا أنتم قادرون على الوصول إلى قاعة الدراسة، لقد استنفدنا كل إمكانيتنا خلال الأشهر الماضية. سبقت تلك الرسالة حركة الإضرابات التي بدأت في جامعتي صنعاء وعمران، وقد تم توزيعها على مراحل، بحيث بدأت بتعليق الشارات الحمراء والتي تسبق الإضراب الكلي المقرر أن يبدأ السبت القادم. رئاسة الجامعة المعينة من قبل ميليشيا الحوثي تحاول مواجهة الاحتجاجات السلمية بخطوات وصفتها نقابة هيئة التدريس بالغريبة. فقد وجه رئيس الجامعة أمرا بإيقاف نصف راتب كان مقررا أن يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس مقابل أن يسلموا أوراق الامتحانات. الطلاب الذين ما زالوا قادرين على الذهاب إلى جامعتهم وصلوا معترضين على إجراء الامتحانات نظرا لعدم قدرتهم على الدراسة خلال العام، وتساءلوا كيف يمكن الامتحان دون أن يدرسوا أصلا، إذ كانوا عاجزين عن الحضور اليومي ثم الأسبوعي بعد توقف الرواتب وغلاء المعيشة وارتفاع أجور المواصلات. ما يتعرض له الطلاب والأكاديميون في الجامعة يعد ابتزازا واستغلالا لظروفهم المعيشية، ومحاولة لإجبارهم على الاشتراك في إجراءات مخالفة للقانون ولمعايير النزاهة الأكاديمية وفق توصيف نقابة أعضاء هيئة التدريس، والتي رأت أيضا أن تسليم الامتحانات قبل موعدها يعرضها للتسرب ويخل بنزاهة العملية الامتحانية ومصداقيتها.